نبقى عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا يبقى بني ادم يعني. هتؤمر. خش حيوان. 30,000 مشترك، واو، عدد لم أتخيل يوما أن أصل إليه. شكرا لكم يا أصدقائي على هذا الدعم المستمر، رغم أنني لا أهتم كثيرا بعدد المشتركين واللايكات والمشاهدات، ولا أذكر يوما أنني طلبت من أحد الاشتراك في القناة، لأن ما يهمني هو إيصال فكرتي لا أكثر. لكن 30,000 عدد كبير جدا لم أتوقع أن أصل إليه. تخيلوا مثلا أن أقوم باجتماع أو لقاء معكم على أرض الواقع، أين سأجد المكان الذي سيتحمل 30,000 شخص؟ أنا سعيد جدا بدعمكم هذا يا حبايب ديفيد، واليوم سأحاول الإجابة على أسئلتكم. طبعا أنا قمت بتنزيل بوست على الفيس ومنتدى اليوتيوب، أطلب منكم ترك أسئلتكم في التعليقات، وتلقيت الكثير والكثير، يعني أكثر من 600 تعليق فقط على اليوتيوب. على كل حال، ها قد جاء اليوم الذي سأجيب فيه عن أسئلتكم، وسأحاول الإجابة على قدر المستطاع. سأبدأ بأسئلة اليوتيوب ثم نمر إلى الفيسبوك. وأول سؤال يقول: تحياتي أخي ديفيد، من فضلك قدم معلومات عن اللجوء الديني إذا كانت عندك معلومات عنه. بصراحة اللجوء الديني عنده شروط كثيرة جدا، وأنا لا أنصح أي شخص باللجوء في الخارج. فحتى لو تواصلت معي وأخبرتني بقصتك وقلت لي هل أستطيع تقديم اللجوء، فأنا ليس من حقي أن أقول لك لا أو نعم، لا أخلاقيا ولا قانونيا، لأن هذا القرار قرار صعب جدا، واللجوء لا يقبل لأي شخص فقط لكونه ملحد أو مسيحي أو يهودي يعيش في الدول الإسلامية، لا. لكن سأخبرك ببعض المعلومات العامة التي أعرفها، وهي أن اللاجئ يجب أن يتوفر على إثباتات قوية تدل على تعرضه للاضطهاد أو التعذيب في بلاده، أو تهديدات بالقتل، أو محاولة طعن واعتداء، كأن تكون مثلا تعرضت للطعن بسبب معتقدك ونجوت من تلك الحادثة. حينها يمكنك استعمال تقرير المشفى كدليل في أثناء تقديمك على اللجوء. فليس أي شخص كان مسلم وأصبح ملحد سيحصل على اللجوء، لا، الموضوع معقد للغاية، وتكون هناك مقابلات لجوء مع مترجم ومحقق وموظف اللجوء، وهؤلاء الأشخاص يستطيعون قراءة لغة الجسد، فإذا اكتشفوا أنك تكذب فسيرفض لجوءك على الفور، ولن يتم النظر في طلبك أصلا. اطلع برا، اطلع برا. كانت هذه معلومات المتواضعة عن اللجوء. ثاني سؤال: ما رأيك بالوضع في شمال إفريقيا؟ وهل الهجرة هي الحل الوحيد؟ لا، الهجرة ليست هي الحل أصلا، قد تكون للبعض لكنها ليست للجميع. الوضع في شمال إفريقيا يتحسن نوعا ما، لكن إذا كنت غير معروف بإلحادك. أما إذا كنت ملحد والناس يعرفون ذلك، فستتعرض للعديد من المشاكل والمضايقات، وربما تسجن أيضا. لكن إذا كنت تمثل بأنك مسلم فستعيش بسلام، ويبقى فقط مشكلة رمضان والصيام، وهذا المشكل ليس كبير جدا في مصر وتونس، فأنا أعرف أشخاص يأكلون هناك في الشارع عادي. أما في ليبيا والجزائر والمغرب فهذا مشكل كبير وعليه عقوبة أيضا، وحتى موريتانيا. يعني فقط توخى الحذر في رمضان لكي لا تعطي الناس سببا لرجمك. أنا لا دينية، وأحد زملائي المسلمين تقدم لخطبتي. هل اختلاف المعتقدات يمكن أن يسبب مشاكل؟ هذا يعتمد على طريقة تفكير خطيبك. إذا كان مسلم متشدد، يعني سيجبرك على ارتداء الحجاب ويمنعك من الخروج ويتحكم في قراراتك، هذا بالتأكيد سيسبب العديد من المشاكل. لكن إذا كان إنسان منفتح ولا يجبرك على شيء فاقبلي به. الدين ليس هو المشكل، بل عقل الإنسان هو المشكل. عموما موقفك صعب جدا ولا أتمناه لأحد، لأنك لا تستطيعين مصارحته بأنك لست مسلمة، لأن هذا طبعا سيسبب العديد من المشاكل مع أسرتك وسيؤدي إلى فشل الخطوبة. نصيحتي لك هي أن تقومي بوضع شروط للشاب، وإذا كنت تحبيه ووافق على شروطك فلا أرى أي مانع. سؤال من الصديقة أسماء:
هل أهلا بعودتك يا ديفيد، متى سوف تقوم بنشر فيديوهات جديدة؟ نتمنى أن تكون بخير. شكرا لك يا عزيزتي أسماء، أنا بخير، لكن المشكل هو أن اليوتيوب لن يطعمني خبزا، فأنا أحاول جاهدا أن أستمر، لكن فترات انقطاعي تكون خارجة عن السيطرة. أنا قبل هذه الحلقة قمت بالاشتغال على 5 فيديوهات دفعة واحدة حتى أستطيع تنزيل فيديو كل فترة، يعني حتى لا أغيب عنكم مدة طويلة. سؤال آخر يقول: من هو أكثر فيديو تعبت فيه؟ بصراحة هناك فيديوهات كثيرة أخذت أيام وأسابيع من كتابة السكريبت والتصوير والمونتاج، فمثلا فيديو أسباب جعلتني أترك الإسلام أخذ مني أسابيع لأن مدته حوالي ساعة، يعني أن التصوير سيأخذ مدة طويلة، وهناك بعض اللقطات التي كان يجب إعادة تصويرها، والسكريبت وحده يأخذ أسبوع، يعني السكريبت يجب أن تكتب السكريبت وتجهز مصادر، يعني الموضوع لا تتمناه لأحد. وهناك فيديوهات قصيرة يعني مثل تاريخ الغزو الإسلامي للهند، قمت بهذا الفيديو ومدته 12 دقيقة، لمن ينظر للفيديو سيقول هذا الفيديو سهل وقام بعمله في يوم أو يومين، لكن لا، هذا الفيديو أخذ مني أسابيع من البحث وتجميع المصادر، يعني أن الفيديوهات أخذت وقت طويل بحسب الجهد المبذول. ما رأيك بالتطرف الإلحادي وفكرة تجريم الأديان؟ التطرف الإلحادي؟ أنا أول مرة أسمع هذه الكلمة. لا يا عزيزي، لا يوجد شيء اسمه التطرف الإلحادي، ربما هنالك تجريم الأديان كما هو الحال في كوريا الشمالية، لكن هذا ليس له علاقة بالإلحاد، وأنا طبعا ضد تجريم الأديان أو منع الناس من ممارسة شعائرهم الدينية، لأنني ببساطة لست ضد المؤمنين، أنا فقط أعبر عن رأيي في الدين ولا أحاربه أو أخوض معركة ضده. الجميع له الحق في أن يؤمن بما يشاء، وله الحق أيضا أن ينتقد ويسخر من أي فكرة أو أي دين، هذا هو رأيي. لدينا سؤال من حسن حامد يقول: هل أوروبا هي فعلا بلاد الحرية والأمن والرفاهية والراحة أم أنها خدعة كخدعة تكريم المرأة للإسلام أو تكريم الإسلام للمرأة؟ أولا، أوروبا ليست بلدا واحدا، فمستوى الأمن يختلف من دولة إلى دولة أخرى. أما عن الحرية، نعم إنها مكان حيث يحق لك التعبير عن رأيك بكل حرية، وليست للرفاهية والراحة بل للعمل والاجتهاد، فهناك إذا عملت بجد ستجني ثمار تعبك بكل تأكيد. أحد الأصدقاء يقول: تحياتي ديفيد بيك، منسمع عن الأشخاص زمان كانوا يعيشون سنين طويلة، 900، 600 وحتى 1000 عام، أريد تفسير لذلك إن كان صحيحا، أحبك كالحلوى والقهوة والماء. هذا الأخ أحد عباد الكريشنا الصالحين. هذا الشيء غير صحيح طبعا يا صديقي، لأن هذه الروايات هي روايات خرافية كانوا يقولونها لنا عندما كنا صغار، فأنا أتذكر أنني كنت أسمع أن الأنبياء كانوا يعيشون مئات السنين مثل النبي نوح، لكن هذا مجرد هراء. تخيل كيف سيصبح شكلي أنا الشاب ديفيد المفعم بالحيوية إذا عشت 80 سنة، كيف سيكون شكلي؟ فما بالك ب900 سنة. وأنا أيضا أحبك يا حبيب ديفيد، باركك الكريشنا. سؤال من علي أبو بكر، عاشت الأسامي، يقول: هل الإسلام هو سبب تخلف المسلمين؟ لا، ليس هو السبب الوحيد، لكنه السبب الأكبر، لأن المجتمعات الغربية وحتى الأسيوية مثل كوريا الجنوبية والصين واليابان، سبب تقدمها الرئيسي هو عدم وجود شيء يشدها إلى الماضي، عدم وجود الدين كعائق. لكن في مجتمعاتنا الإسلامية، فقط من الاسم تعرف الخبر، الإسلامية، أي أننا نتبع دين انتهى زمانه منذ 1400 سنة، وهذا الدين الذي هو الذي يشدنا إلى الماضي ويمنعنا من التقدم ومواكبة الدول المتقدمة. هلو، هاي، ايه ده ايه يا عم، انت هتعمل ايه؟ ابوسها؟ تبوسها؟ ده انا جوزها ومش عارف ابوسها. اوكي
الأفريقية. أحضنها يعني من غير ما أبوسها؟ سؤال آخر من الأخ كردستاني يقول: مرحبا ديفيد، سؤالي: هل حرق القرآن يعتبر حرية شخصية؟ وهل تعتقد في نظرك أن الأمر مقبول؟ تحياتي لك صديقي. وبالنسبة لحرق القرآن، فأنا شاهدت ما يحدث مؤخرا في السويد، وهذا يندرج ضمن حرية التعبير. قد يصدم بعضكم، لكنه فعلا يندرج ضمن حرية التعبير. أنا أصلا لا أعرف كيف حرق كتاب معين يؤثر على مشاعر الناس. يعني هذا الكتاب منه على الأقل 100 مليون نسخة في العالم. القرآن على الأقل هناك 100 أو 500 مليون نسخة من القرآن. فهناك أكيد في العالم هناك من يحرق القرآن، هناك من يرميه في المرحاض، هناك من يعني كيف هذا يؤثر على مشاعرك؟ كيف؟ أنا لا أفهم بصراحة هذا كيف يؤثر على المسلمين. الموضوع سخيف. كيف تتأثر أنت عندما يحرق شخص معين كتاب؟ حتى لو كنت تحب ذلك الكتاب، حتى لو كانت النسخة الوحيدة منه في العالم، لا يجب أن يؤثر هذا عليك. وبالمناسبة، ذلك الأخ الذي حرق القرآن يدعى سلوان موميكا، أنا لدي رقمه الخاص. هذا هو رقمه في السويد، وطبعا سأغطيه احتراما لخصوصيته. ولدي أيضا عنوانه، تخيلوا. نعم، لدي عنوانه في السويد، لكن أكيد لن أعرض شيئا كهذا. فأنا أتمنى أن يكون بخير وتحت الحماية الدائمة. أنا كنت أعرفه معرفة سطحية قبل شهرته، يعني قبل أن يحرق القرآن ويحدث ما حدث في العالم. ولم يجري بيننا أي تواصل، يعني إلى حدود اللحظة لم أتواصل معه أو يتواصل معي، لكن كنت أفكر في دعوته إلى حوار مباشر. لكن عندما فكرت قلت غالبا غير رقمه ولم يعد معه هذا الرقم. سأحاول التواصل معه في المستقبل من أجلكم يا أصدقائي. على أي حال، أتمنى له السلامة ودوام الصحة. دعونا نمر إلى السؤال التالي الذي يقول: أخ ديفيد، من سيحاكم الظالم؟ أو من يحاكم الظالم؟ إذا كنت تقصد بعد الموت، فلا يوجد أحد سيحاكم الظالم، لذلك يجب على البشر أن يحاكموا البشر الظالمين. قد تراها أنت ظلم وتقول لي: ما سيحاسب السفاحين والديكتاتوريين بعد الموت؟ ما سيحاسب هتلر وماو والظالمين إلى آخره؟ الجواب ببساطة: لا أحد. لكن هذا لا أحد هو أكبر حافز يا صديقي لكي يحاسب البشر بعضهم البعض. لأنني لو ظلمني أحد، فبدل أن أقول ربنا ينتقم منه، لا، سأذهب وأعين محامي وأخذ حقي عن طريق المحكمة. أصلا لو كانت هذه الفكرة موجودة عند العرب، لما كانوا يحتلون المراتب الأخيرة في الفساد السياسي والظلم، لأنهم كانوا سيكونون على دراية بأنه لا يوجد من سيحاسب الظالم بعد الموت، لذلك سيتحدون ضده وسيحاسبونه، ولا ينتظرون من الله أن يقوم بالعمل بدلا منهم. وهذا كل شيء يا صديقي. سؤال آخر يقول: أنا من الجزائر، لما تركت الإسلام أصبحت أعيش في فراغ رهيب، ولم أجد حلا غير الانتحار بعد تأكدي من عبثية الحياة. والله قلبي يقول أنك مسلم، لكن أوكي، سأجيبك على سؤالك يا صديقي. أولا، يجب أن لا تعيش بلا هدف، هذا أهم شيء. فأنا أتفهم الموقف، عندما كنت مسلم كان هدفك ربما الجنة وحور العين وأنهار وكذا، وبعد أن تركت الإسلام أصبحت بلا هدف وتعيش في فراغ بسبب، دعنا نقول، عشوائية الحياة. نصيحتي لك يا صديقي هي أن لا تفكر في الموضوع كثيرا. تركت الإسلام، أوكي، مع السلامة، تابع حياتك، ركز على أهدافك، وإذا لم تكن لديك أهداف ابحث عنها. فأنا أعيش منذ 5 سنوات ولدي هدف واحد فقط ولم يتحقق بعد، ولا مشكلة، ما زلت أكافح من أجل الوصول إليه يوما ما. فهذه هي نصيحتي لك يا عزيزي، وأتمنى أن يتحسن وضعك. لا تستسلم، لأن الانتحار ليس حل، صدقني. One more question: هل الزومبي صديقك؟ وين كان مختفي؟ نعم، الزومبي صديقي، تعرفت عليه أول مرة عبر اليوتيوب. كنت أنا في بداياتي لم يكن لدي حتى 7 فيديوهات على القناة، والآن أصبح لدي 80 فيديو دون احتساب الفيديوهات المخفية.
المهم كان الزومبي يدعمني بشدة في تلك الفترة، تستطيع أن تقول أنه سبب استمراري. ثم تواصلنا على الخاص، وبعد مرور مدة قام هو أيضا بإنشاء قناة وبدأنا رحلة اليوتيوب معا. أما بالنسبة لموضوع اختفائه فهو كانت لديه بعض المشاكل الشخصية منعته من الوصول إلى القناة، لكن حمدا لله استعاد القناة وعاد كل شيء كما كان. سؤال آخر، لو بيدك تغير شيء بالإسلام إيش راح تغير؟ بصراحة لم أفكر في هذا أبدا، ربما كنت سأجعل الإسلام ثقافة أكثر من ما هي ديانة، مثل المسيحية في أوروبا. ففي أوروبا تجد أن الناس يحتفلون بالكريسماس لكنهم ليسوا جميعا مسيحيين، فربما كنت سأجعل الإسلام كذلك، الناس يصومون رمضان لكن ليس جميعهم مسلمين. سؤال آخر، لماذا كان العلم يقول أن المثلية مرض وبعدها أصبح يقول أن المثلية شيء طبيعي؟ أرجوك أجب عن هذا السؤال. المثلية يا عزيزي صحيح أنها كانت تصنف على أنها مرض نفسي، لكن مع مرور الوقت لم تعد كذلك، لأن الأطباء لم يستطيعوا إيجاد حل لهذه الميول وعكسها، وحتى أن الكنيسة كانت تخصص برامج لعلاج المثلية ولم تنجح في ذلك. وهذا شيء طبيعي لأن المثلية ليست مرض، والعلم ليس ثابت بل يتغير ويتقدم ويتطور. وإذا نظرت إلى الماضي ستجد أن أشياء كثيرة كان العلماء يخطئون في تقديرها، لأن العلم لم يكن بالشكل الذي نعرفه اليوم. فمثلا كانوا يظنون أن الجنين لا يتكون في رحم المرأة، بل كانوا يظنون أنه يتكون عند الرجل، يعني في بتاعه كذا، فينتقل إلى رحم المرأة لكي يكبر فحسب. وهذا طبعا اعتقاد خاطئ كان منتشر بين العلماء في القرن 19. هذا هو الأمر يا صديقي، العلماء درسوا المثلية ولم يجدوا أي دليل يشير على أنها مرض. هرية هرية. بتقول إيه؟ بصراحة أنا مش عارف، بس ده كان شعار بيتقال في المظاهرة. ديفيد أريد حل، أهلي جبروني على الحجاب من وأنا صغيرة حتى قبل لا أصير بالمدرسة، وضربوني كم مرة حتى ألبسه، وكمان على الصلاة، والحين بروح جامعة ولسه أكره الحجاب وأريد أخلعه، بس أهلي متشددين لو أكلمهم يقتلوني زي قبل، أنا أعاني، ماذا أفعل؟ هذه مشاكل عائلية عزيزتي ولا يحق لي التدخل فيها، لكن أنا سأعطيك نصيحة لكي تتجنبي ما وقعت فيه بعض الفتيات. أولا، الأهل يا صديقتي يصعب جدا جدا أن تقنعيهم بخلع الحجاب، انسى الموضوع. ثانيا، كما قلت كما قالت نوال السعداوي، المرأة التي لا تعيل نفسها تخضع. فأنا أنصحك أولا وقبل كل شيء أن تنهي دراستك وتحصلي على عمل، هذا هو أهم شيء. أي عمل لا يهم، المهم هو أن تكوني قادرة على جميع مصاريف السكن والمعيشة. بعد ذلك تستطيعين مصارحة أهلك وتقولي لهم الحقيقة، وحتى لو اضطررت إلى مغادرة البيت ستكونين قادرة على العمل وأن تصبحي مستقلة. الأب والأم يستحيل أن يكرها أبناءهم مهما حصل، فربما يقومون بطردك من البيت حتى لو قاموا بهذا، لكن مع الوقت أنا متأكد بأنهم سيندمون وسيقبلونك في النهاية، لأن حب الأبناء يغلب دائما مهما كان الدين والمعتقد أقوى. وخير مثال أشهر شخص ينتقد الإسلام رشيد حمامي، والده إمام مسجد، ورغم كل الاختلافات التقى بوالده بعد سنوات من الغياب. يعني حب الأبناء يغلب دائما. فهذه هي نصيحتي لك يا عزيزتي، وأتمنى أن تكوني بخير ويتحسن وضعك. لدي سؤالين عن نفس الموضوع سأجيب عنهم دفعة واحدة. الأول يقول، لماذا يقولون عنك مسيحي؟ والثاني، ما رأيك بشخصية يسوع المسيح والتعاليم المسيحية، وهل هناك احتمال أن تصبح مسيحي يوما ما؟ أولا، بعض الشيوخ الذين يحاولون انتقادي لا يجدون أي طريقة للرد على فيديوهاتي، وبالتالي يحاولون انتقادي أنا ومعتقدي، لكن يصدمون أنني ملحد وليس لدي أي معتقد أو دين. إذن ماذا سيفعلون؟
سيخترعون كذبة ويقولون عني مسيحي لكي ينتقدوا المسيحية ويقومون بفضح الدين المزعوم. هذا هو الموضوع باختصار. أما بالنسبة لوجود احتمال أن أصبح مسيحي يوما ما، فأنا لا أرى هذا أبدا. لا أرى أنني سأعتنق أي دين بعد أن خرجت من الإسلام، لأن الشخص بعد أن يترك الأديان لا يفكر أصلا في العودة إليها يا صديقي. هذا كل شيء. مرحبا ديفيد، هل لديك حساب على الفيسبوك؟ لا، ليس لدي حساب، بل لدي صفحة ورابطها في الوصف. مرحبا، هل لقد شاهدت فيديو الذي صنعته عن الهند؟ وأريد أن أشكرك لأنك لا تؤيد قتل المسلمين، وليس لدينا شيء ضدك، فقط توقف عن ازدراء الإسلام، أنت تنتقد الإسلام فقط ومنحاز لباقي الأديان. أولا شكرا لك يا لينا على تعليقك. أنا ضد العنف الذي يمارس على أي شخص بغض النظر عن دينه. ثانيا أنا أنتقد الإسلام فقط لأنني كنت مسلم وليس لأنني منحاز لباقي الأديان. مثلا هناك فتاة أمريكية أعرفها ملحدة تدعى كريستي، تقوم بنفس المحتوى الذي أقوم به أنا، نفس المحتوى. الفرق الوحيد أنها تنتقد دائما المسيحية ولا تتحدث أبدا عن الإسلام أو باقي الأديان. هل هذا لأنها منحازة للإسلام وباقي الأديان؟ لا، هذا لأنها كانت مسيحية، بالتالي خبرتها ومحتواها عن المسيحية. ياه، هذا سنرتاح من هذا السؤال، لقد تعبت. لا أكاد أتذكر كم مرة أجبت عن هذا السؤال. هل أنت تشرب الكحول؟ عادة لا، فقط في المناسبات، ولا أنصح أي شخص بها، لأن من الأفضل أن يحافظ الإنسان على صحة جسمه وأن يبتعد عن الكحول والسجائر وكل ما هو مضر بالصحة. لماذا؟ هل ظننت أنني عندما تركت الإسلام؟ يا خلاص تركت الإسلام سأذهب أركض إلى متجر الكحول، أعطيني تكيلا، أعطيني فودكا، أعطيني ويسكي. لا لا لا. ما رأيك في الشيعة؟ وهل فكرت أن تكون شيعي؟ والعباس والحسين، لم أفكر أن أصبح شيعي. أصلا بالنسبة لي المسلمين مسلمين، فقط تختلف الفرق لكن الدين واحد. بالنسبة لي أنا لا أفرق بين شيعي وسني، كلهم في نظري مسلمين. أتحداك تجيب لي آية أو صورة من القرآن الكريم خطأ. صديقي، أي نوع من الأخطاء تريد؟ كل شيء موجود، أخطاء لغوية، أخطاء منطقية، أخطاء علمية، فقط ضع تعليق تخبرني فيه أي خطأ وسأجيبك، أو سيجيبك أحد الأخوة الكفار ويقوم معك بالواجب. أنا لدي فيديوهات كثيرة عن الأخطاء في القرآن تستطيع مشاهدتها، سواء كنت تريد أخطاء منطقية وكذا، جميع الأخطاء ستجدوها عندي في القناة. ديفيد، لماذا قمت بإخفاء فيديو من سلسلة كافر في الجنة؟ ذلك الفيديو يا عزيزي كان حوار مع النبي محمد، وكان فيه بعض الكلمات الخادشة للحياء. مع العلم أنني أخبرت الجميع أن تلك الحلقة للذين تفوق أعمارهم 18 سنة، لكن أحد الأصدقاء تواصل معي على الخاص وأخبرني أنه يقوم بدعوة الناس إلى قناتي، وذلك الفيديو غير مناسب، فقمت بحذفه ولبيت طلبه. سؤال آخر يقول: لدي صديق أصبح مؤخرا لا يؤمن بالدين، ومن شدة انفعاله بين ذلك أمام أهله، والآن هو في مشكلة، فهم أصبحوا يشكون به ويقولون أنت ملحد. هو الآن خائف ولا يعرف كيف يتدارك الأمر، فبماذا تنصحه في هذه الحالة؟ عادي يا صديقي، الحل سهل جدا، أسبوعين، هذا كل ما يحتاجه، أسبوعين. فليبدأ بالصلاة لمدة أسبوعين والذهاب إلى المسجد أحيانا، يعني أن يصبح متدين لمدة أسبوعين. وطبعا كل هذا فقط تمثيل، حينها سيقتنع أهله أن الله هداه وأعاده إلى طريق الحق، وعليه أن يظل حذر وأن لا يظهر إلحاده أمام الناس، فالموضوع قد يصبح خطير جدا. كيف أنت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟
أنت هو شيطان الإنس، عليك من الله ما تستحق. وما مشكلة الشيطان يا صديقي؟ أنا أصلا أرى بأن الشيطان مظلوم، يعني أن الأخ أصبح منبوذ وملك جهنم فقط لأنه رفض السجود لآدم. ما هو أصلا كائن وفي يسجد لله فحسب، لذلك هو رفض السجود لآدم وفي لله، فحصل بينهم سوء تفاهم وطرده الله. يا لوسيفر، ظلموك يا ولدي، ما عادش يقدروك يا ليو ميسي، ما عادش يهابوك يا ليو ميسي. هل تؤيد بنظرية لحظة، لماذا وضعت صورتي على بروفايلك؟ لماذا؟ لا مشكلة مادام أنك لا تنتحل هويتي. هل تؤيد بنظرية التطور بيج بانك؟ وإذا كنت تؤيد، اعمل لنا فيديو بطريقتك الرائعة. أحبك، متابعك من السعودية. شكرا لك يا صديقي، وصدقني الحب متبادل. أما بالنسبة للبيج بانك فنعم، أنا أؤيد تلك النظرية لأنها تحاول الإجابة عن أحد أهم الأسئلة التي حيرت البشر، وهي كيف نشأ الكون. أما عن حلقة بخصوصها فلا أعرف، فهي نظرية معقدة جدا، ربما أقوم بفيديو أحاول تبسيطها لكم في المستقبل. السؤال التالي يقول: أحبك يا ديفيد، كيف يمكنني ترك الديانات، يعني أصير ملحد؟ لكي تصبح ملحد يجب عليك تقديم صورة فوتوغرافية التقطت في فترة الحرب العالمية وشهادة ميلاد موقعة من طرف هتلر ورسالة من الفرع الماسوني تثبت ولاءك للإلحاد. لا يوجد طريقة يا عزيزي، فقط إذا قررت التخلي عن فكرة الإيمان بالله، congratulations، أنت ملحد. مبروك. دعونا نأخذ آخر سؤال من اليوتيوب ثم نمر إلى أسئلة الفيسبوك. ممكن ترجع للإسلام في يوم من الأيام؟ وثاني شيء، متى نشوفك في مدينة خليجية زي دبي، جدة، أبو ظبي، الدوحة؟ لأنه نحبك وأتمنى نشوفك. متابعك من قطر. شكرا على سؤالك صديقي. أولا، لا يمكن أن أعود إلى الإسلام، هذا من سابع المستحيلات، فأنا لا أظن أن الذي يعرف بحقيقة الإسلام ويخرج منه سيعود له من جديد، مستحيل. أما بالنسبة لسؤالك الثاني، هل سأزور مدينة خليجية في المستقبل؟ فهذا شيء أكيد يا عزيزي، حتى لو بعد 20 سنة، إن عشت هذه المدة طبعا. فأنا أتمنى رؤية الصحراء والرمال الذهبية مع البحر في تلك المنطقة، السعودية، الإمارات، قطر، هذه الدول. قد يقول عني بعضكم متناقض، لأنني كنت أنتقد تنظيم قطر لكأس العالم والآن أقول أنني أود زيارتها. لا، أنا كنت ضد سياسة قطر وليس البلد، البلد جميل جدا والملاعب كانت لا مثيل لها من ناحية الجودة يعني، لكن نحن نتحدث عن الوضع العمال الأجانب هناك وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل هناك إلى آخر، هذا موضوع آخر دعونا لا ندخل فيه. لنمر إلى أسئلة الفيسبوك ونأخذ أول سؤال، يقول: لما كنت مسلم كنت سعيد أكثر ولا لما ألحدت؟ تحياتي لك مع علم المثلية والصليب. أوكي يا مرحب. السعادة يا صديقي ليس لها علاقة بالدين أو الإلحاد. قد تجد مسلم حزين وكره الحياة وملحد سعيد جدا في حياته والعكس، يعني الأشخاص السعداء في هذا العالم هم الذين يمتلكون من يحبهم ومن يهتم بهم، أو الذين ليس لديهم مشاكل في حياتهم، أو أولئك الذين لديهم المال. فمن يقول أن المال لا يشتري السعادة فهو كذاب. أنا لو لدي 10 دولار كنت سأذهب إلى محل شاورما سوري وسأشتري سندويتش شاورما وسأعيش أجمل لحظات السعادة. طبعا ليس بالضرورة أن يكون لديك قصر وأسطول من السيارات حتى تكون سعيد، لا لا لا، أنا لا أقصد ذلك القدر من المال. أنا عن نفسي وجبة شاورما خفيفة كافية لإسعادي. أنا ذات نفسي مش عارف. لو الأنبياء في زماننا هذا، هل استطاعوا إقناع الناس بالدين مثل ما فعلوا؟
الأنبياء لو كانوا في زماننا لكانوا الآن في مستشفى الأمراض العقلية. أصلا كيف سيقنعون الناس؟ ستجد مثلا محمد لديه صفحة على الفيس ويقول ويقوم بعمل إعلانات ممولة بمال خديجة لنشر الدعوة يعني. أو علي وعمر وأبو بكر يقومون باللايك والشير لمحمد لكي يطلع المنشور يعني. والله بصراحة كان الموضوع سيكون ممتع نوعا ما. لماذا تلبس نفس الملابس في كل فيديو؟ ولماذا تخفي وجهك بالكمامة؟ أنا لا أخفي وجهي يا عزيزي، لدي فيديوهات بوجهي المكشوف، لكن في البداية كان الماسك يساعدني في المونتاج في حال وجود بعض الأخطاء، لكن مع الوقت أعجب الماسك الناس ونال إعجابهم وقررت الاستمرار به. هذه هي القضية. أما بالنسبة للهودي فكنت أغير، أنا في بداياتي كنت أغير يعني الملابس، لكن قلت لنفسي whatever، سألبس شيء واحد في كل الفيديوهات حتى يعرفني الناس. كيف يتقبل الشخص فكرة لا توجد حياة بعد الموت، خاصة إذا كان عمره يضيع في مكان لا يمثله ولا يستطيع أن يكون ما يريد فيه؟ الجواب ببساطة يا صديقتي هو أن لا يتقبل الشخص تلك الفكرة. يجب أن لا تتقبل هذه الفكرة وتسعى نحو تغيير حياتك بكل الطرق الممكنة، حتى لو كانت صعبة وشبه مستحيلة يجب المحاولة. ثم إن الحياة بعد الموت مجرد كذبة، لذلك من الأفضل أن يسعى الإنسان إلى تحسين حياته ولا ينظر إلى حياة أخرى أو ينتظر قدوم حياة أخرى مثالية وبيرفكت. أهلا ديفيد، أنت ساعدتني في معرفة كثير من المعلومات عن الإسلام، أتمنى أن تصل إلى 100,000 مشترك. سؤالي هو كيف يعلم الساحر معلومات عنك من خلال اسمك واسم أمك ومواليدك؟ شكرا على سؤالك يا عزيزي. أنا بصراحة لم أصادف ساحر بهذه القدرات الخارقة. الموضوع أصلا لم يعد صعبا، أنا ممكن أن أعرف معلومات عنك فقط من رقمك أو من حسابك على الفيسبوك يعني. ثم إن السحرة هؤلاء مخادعين، وعملهم هو جعلك تصدق تلك الخزعبلات. فإذا قام بمعرفة معلومة واحدة عنك دون علمك فأنت أوتوماتيكلي ستصدق كل ما يقول. هذه أساليب السحرة والمشعوذين، لعنة اليسوع عليهم. ألا تزعجك التعليقات السلبية؟ أقصد ألا تؤثر فيك تلك الشتائم؟ في البداية كانت نعم، لكن مع مرور الوقت تعلمت كيف أتجاهلها يعني. فأنا لا أعطي أهمية لرأي هؤلاء، لأنهم لا يعرفون حتى كيف ينتقدون باحترام، بل يستمرون في إهانة أنفسهم بتلك الشتائم قبل إهانتي. برأيك ما سبب كره الكثير من المسلمين خصوصا السلفيين للفيمينيزم، وأيضا العديد من الرجال مثل فريق أندرو تيت بيكرهوا الفيمينيزم، حتى المسلمين الكيوت بيكرهوا الفيمينيزم وضد المساواة بين الرجل والمرأة؟ غريب، لم أجد تفسير منطقي لكل هذا الكره. يجب أن تعرفي أن معظم الناس لديهم فكرة خاطئة عن الفيمينيزم أو النسوية، لأنهم يرون فقط تلك النسويات الذين يكرهون الرجال، لا يرون النسوية الحقيقية التي هي ليست ضد الرجل وإنما مع المساواة بين الجنسين. لكن هؤلاء مثل أندرو تيت ومنهم الكثير والكثير في الغرب، أولئك الذين يكرهون رؤية المرأة ناجحة ويجدون أن الإسلام يتماشى مع أفكارهم ويرتاحون له. ومنهم أندرو تيت الذي بدأ شهرته مؤخرا في انتقاد المرأة، ثم بعد ذلك اعتنق الإسلام لأنه الوحيد الذي يتماشى مع أفكاره السادية الذكورية. هذا هو الحال، هؤلاء يريدون المرأة أن تكون خاضعة للرجل في البيت وفي ومهمتها الوحيدة هي تربية الأطفال وتلبية نداء الطبيعة، إن كنت تعرفين ماذا أقصد. مرحبا يا ديفيد، أنا تلميذك من تونس. لا يا عزيزي يا حمزة، أنا لست أستاذ، أنا فقط ديفيد العبد للكريشنا ولست شيئا كبير، نحن فقط عباد الكريشنا الضعفاء، ما عدا ماذا عسنا أن نفعل.
أريد أن أشكرك لأنك جعلتني أعرف حقيقة الأديان، وأريد سؤالك، هل عائلتك تعرف أنك ملحد؟ وشكرا. نعم، هناك منهم من يعرف أكيد، فنحن نعيش في عالم صغير جدا، والكلام ينتقل من شخص لآخر. اسمك ديفيد على اسم ديفيد رجل الكهف. نعم، أنا لم أكن أعرف ديفيد رجل الكهف إلا بعد أن شاهدته عند قصي في بث مباشر. كان يقوم بمراجعة قنوات اللاذينيين وقام بالحديث عني وعن رجل الكهف، ومع الأسف كان خبر حزين جدا عندما سمعت خبر وفاته، فهو كان شخص رائع فعلا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأفكاره كانت جميلة وهادفة. أتذكر عندما توفي كان الناس يدخلون إلى قناتي أنا، لأنني أنا أيضا اسمي ديفيد، فكانوا يقولون لقد مت وانتقم الله منك وكذا، تعرفون المسلمين، وكانوا يعني كانوا يشمتون بموتي، يعني كانوا يظنون أنني ميت. فتفاجأوا بعد أسبوع بأنني قمت بتنزيل فيديو عن القرآن. على كل حال، السؤال التالي من الصديق سجاد أنور، يقول نريد نصيحة مالية. أفضل نصيحة مالية يمكن أن أقدمها لك هي أن إذا كان لديك وقت فقم باستثماره. صدقني، هناك من لديه دخل من الإنترنت أكثر من موظف دولة درس كل حياته. أنا طبعا لا أقول لك بأن لا تحصل على عمل أساسي، لا، يجب أن يكون لديك عمل ثاني على النت مثلا تستثمر فيه أوقات فراغك. جرب أن تنشئ موقع أو مدونة وتبدأ بعرض الإعلانات عليها، وقم بإنشاء صفحة أو يعني صفحة على الفيسبوك وقم بتحميل الفيديوهات عليها. صدقني، هناك ربح كبير من الفيسبوك. أنا لا أنصحك باليوتيوب لأنني أعرف اليوتيوب ولن تجني الكثير من ورائه، يعني لكي أكون صريح معك، إلا إذا كان لديك مئات الآلاف من المشاهدات على كل فيديو. وهناك العديد من طرق الربح أو طرق ربح المال من منزلك فقط عبر الإنترنت، لكن يجب عليك أن تستثمر وقتك، فلا يوجد شيء يأتي في هذا العالم بسهولة. شو هو الأنمي المفضل عندك؟ الأنمي؟ صراحة أنا لا أشاهد الأنمي كثيرا، لكن يمكن أن تقول سلام دانك. نعم. بصراحة لقد تعبت يا أصدقائي، لقد أجبت على حوالي 40 سؤال ولم أعد قادر على الاستمرار، ولكم أن تتخيلوا أن الجو حار جدا وأنا ألبس هذا الهودي، فكان الكريشنا في عوني. دعونا نختم الحلقة بآخر سؤال، يقول أريد التحول الجنسي أو العبور الجندري، سأقول العبور الجندري أحسن، بس أي دول تضمن الحقوق إذا تحولت؟ لا يوجد دولة مسلمة على حسب ما أعتقد تضمن حقوق المتحولين، لأنهم لا يعترفون بهم أصلا، فبالنسبة للعمليات قد تأخذ وقت طويل، هذا كل ما أعرفه. أغلب العمليات تقام في تايلاند التي تشتهر بهذا النوع من العمليات، لكن دول تضمن حقوق التحول فيجب أن تكون مقيم في دولة علمانية، وحينها يمكنك تغيير الجنس في البطاقة من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر. يعني هذه فقط معلومات متواضعة. قبل نهاية الحلقة، أعرف أن بعضكم مؤخرا فوجئ باختفاء الفيديوهات من القناة وكان يسأل ماذا حصل في القناة، يعني ماذا حصل يا ديفيد؟ هذه ليست أول مرة تختفي الفيديوهات من القناة، فقد حصل الأمر مرات عديدة جدا ثم تعود بعد مدة. القصة هي أن بعض الفاشلين في حياتهم يحاولون تطبيق الجهاد الإلكتروني على قناتي، تخيلوا، ويقومون ببلاغات كاذبة ومحاولة سرقة القناة، ومن شدة غبائهم أنهم يعتقدون بأن اليوتيوب غبي مثلهم، يعني اليوتيوب الذي لديه نظام حماية أقوى من FBI يظنون أنه يعني سهل الاختراق وسهل أن يتلاعبوا به كما يريدون. يعني اليوتيوب غبي ولن يعرف أن بلاغاتهم كاذبة، هذا ما يعتقدون. حتى لو بلغ العدد مليار شخص يبلغ على القناة، لو كان مليار شخص يبلغ على قناة واحدة معينة، فإن اليوتيوب لن يحذفها، فهو يحمي صناع المحتوى
وبالتالي سيراجع اليوتيوب تلك البلاغات، وعندما يجدها كاذبة سيقوم بإغلاق حسابك أنت وليس حسابي أنا. هل فهمت؟ وهذا ما حصل عندما حاول أحدهم تطبيق الجهاد الإلكتروني على قناتي. قمت أنا بإغلاق قناته وحسابه أيضا، وباي باي مع السلامة، والفيديوهات تعود إلى القناة. ماذا أن القناة لم تختفي بتاتا من اليوتيوب، فلا داعي للقلق يا حبايب ديفيد. كانت هذه حلقة أجيب فيها عن أسئلتكم. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، وأراكم في فيديو جديد.